طيب الآن حنحكي على الناين، التول اللي انت يفترض انه انت تستخدمها عندك في المشاريع. اول ما تيجي تشغله بيجي لك بورجي لك انه انت تحدد الورك سبيس تبعك، اللي هو المسار اللي انت حتحط فيه كل البيانات تبعتك، المشروع تبعك انه انت بتخزنه في هذا الورك سبيس، مساحة العمل هذه. فانت بحط لك اياه بشكل ديفولت انه ممكن تعمل براوز وتحدد المسار اللي انت بدك اياه يعني. تمام، طيب انت اول ما تشغله يفترض انه هذه مشاريع سابقة انا كنت فاتحها، خليني اسكر هذا. تمام، هنا مساحة العمل اللي هي بتطلع لك اللي هي الويلكم، يعني انه ببدأ يشرح لك انه انت في عندك هنا الورك فلو او النايم هاب، انه انت في عندك هنا انه مجموعة من الاكزامبلز الموجودة اونلاين ممكن انه انت تستعين فيها، وهنا في عندك النايم كورسز الى اخره، واذا في عندك اي سؤال ممكن انه انت تشوف الفورم. هذا الويلكم سكرين يعني، طبعا انا حسكرها ويفترض انه اشتغل في مساحه ورك سبيس فاضيه انه انا انشئها. طيب هجيت الشاشه تبعت النايم مقسمه عندك لعده اجزاء. الجزء الاول اللي هو النايم اكسبلورر، اللي من خلاله انت بتستعرض المشاريع. المشاريع انت عندك زي ما انت شايف هنا في عندك اللوكال ورك سبيس اللي عرض لك المسار تبعه في بداية، انه انت لما شغلت شو المسار تبع الورك سبيس، فبالتالي يعني كل الحاجات اللي انت عملتها سابقا يفترض انه تكون مخزنة هنا عندك في اللوكال ورك سبيس. في عندك المنطقة هذه اللي هي الاكزامبلز اللي هي موجودة على النايم هاب. تمام، يعني بتطلب منك انه انت تعمل دبل كليك وبتطلب منك اتصال بالانترنت. بعرض لك الامثلة اللي موجودة اونلاين، يعني هو عبارة عن مستودع للمشاريع تبعت النايم موجود أونلاين. إيش أهمية هذه المساحة؟ هذه مهمة جدا لأنه هو بعرض لك أمثلة، لو أنت ما كنتش يعني إنه عارف تعمل شغلة معينة ممكن تستعرض هذه الأمثلة وتقلدها. يعني بتلاقيه إنه هو مثلا على سبيل المثال حطيت لك مجلد مكتوب عليه ATL، كل عمليات الترانسفورميشن، حطيت لك كل الامثله تبعت الترانسفورميشن في المجلد هذا. فانت بدك تشوف كيف ممكن تطبق ترانسفورميشن، فبتعمل دبل كليك عليها وبتشوف مجلد الترانسفورميشن وبتفتح الامثله هذه وبتقدر انه انت بتشوف اللي انت بدك اياه. وممكن انه انت تلاقي مثلا امثله على الكلاسيفيكيشن، على الديسيجن تري، على البيزيان الجوريثم، على اي الجوريثم تاني. فبالتالي فعليا انه الجزئيه هذه تبعت الاكزامبلز مفيده جدا لإلك انه انت تطلع عليها بحيث انه انت تشوف الامثله وتحاول انه انت تقلد زيها. تمام، يبقى هذه المنطقه عشان انه انت تفتح مشاريع سابقه، هذه كلها مشاريع سابقه موجوده عندي. تمام، او انه انت تحفظ المشاريع تبعتك في الورك سبيس هذا. فبالتالي هذه المنطقه اسمها النايم اكسبلورر. المنطقة هاي اسمها الورك بنش او الورك فلو كوتش. فعليا المنطقة هذه، خليني افتح لك هاي. تمام، ايش بكون فيها عادة؟ لما تفتح مشروع معين او لما يعني حسب السياق اللي موجود هنا، كل ما تفتح شغلة معينة بروح بجيب لك ايش الريكومندد. ايش فتح لك هنا في الريكومندد؟ انه ما دام انت عندك ورك فلو فاضي، جاب لك انه انت اول حاجه انت عملها الريكومندد نود. تمام، انه انت تستخدم سي اس في، فبالتالي هي استخدمت سي اس في زي هيك. تمام، لاحظ انه اختلفت انت عندك بعد هيك، جاب لك طبعا هذا الكلام حسب الكوميونتي، انه هو باخذ احصاءات من المستخدمين. تمام، بشوف اول يعني انت لما يكون عندك بروجكت فاضي ايش اول نود ان هو بيستخدمها، بيستخدم النود هذه. تمام، بعدين ايش بيستخدم؟ بيستخدم النود تبع كولوم فلتر او البارتيشننج. تمام، ان هو بده يقسم البيانات. لاحظ انه انت بتختلف انت عندك. بعدها ايش اجى؟ ديسيجن تري ليرنر. تمام، وايش بعديها كمان؟ ديسيجن تري بريدكتور. فهنا الريكومندد انه دائما بيختلف حسب السياق للشاشه اللي انت فاتحه.
بعطي لك ريكومنديشن ممكن انه انت تستخدمه او ما تستخدموش. فبالتالي الورك كوتش هذا وكأنه بوجهك ايش النود اللي انت مفروض انه انت تستخدمها حاليا، بيقترح عليك ممكن انه انت تاخذ هذا الاقتراح وممكن ما تاخذ هذا الاقتراح. تمام؟ واضح يا شباب؟ طيب هنا في المنطقة هذه النود ريبوزيتوري فيها كل النود اللي انت ممكن تشتغل عليها. ايش تعريف النود؟ هي عبارة عن وحدة تعمل اوبريشن معينة، تعمل اوبريشن عندك في معينة في الداتا ساينس. يعني قد تكون انه النود هذه بتحمل بيانات، زي مثلا هذه النود سي اس في ريدر، من اسمها انه الوظيفة الأساسية تبعتها انه بتحمل ملف سي اس في للبروجكت تبعك. او ممكن تكون النود هذه انه عباره عن بارتيشن، انه بتقسم لك البيانات، بتقسم لك البيانات لجزئين، جزء ترين وجزء تيست. ممكن النود هذه تكون على سبيل المثال بتعمل لك هاندل للميسنج فاليو، انه هي بتستبدلها او بتشيلها او بتعملها معالجه بطريقه معينه. ممكن النود هذه تكون عباره عن ماشين ليرنينج الجوريثم زي الديسيجن تري. تمام؟ فبالتالي انت عندك النود ببساطة هي عبارة عن وحدة بتقوم بأوبريشن معينة انت عندك في الداتا ساينس اللي هي احنا درسناها بشكل نظري. ايش في انت عندك مقسمة؟ هيها مقسمة لفئات. عندك فئة الاي او من اسمها انبوت اوتبوت، فحتلاقي انت عندك هنا عمليات الريد حاطها لحال وعمليات الرايت حاطها لحال. في الريد ايش بتلاقي؟ اكسل ريد، فايل ريد، سي اس في ريد، تيبل ريدر. فبالتالي انت انه بيحمل البيانات ولكن انه هنا بفورمات مختلفة، بيدعم لك فورمات مختلفة، فانت على حسب البيانات بتختار النود المناسبة للفورمات تبعك. عندك ملف اكسل بتحط ملف الاكسل، عندك ملف سي اس في بتحط ملف سي اس في، وهكذا. تمام؟ الرايت نفس الفكرة. فانت في الرايت هنا ممكن انه انت تحتاج تحفظ النتائج تبعتك، فانت عشان هيك عندك سي اس في ريدر، سي اس في رايتر او اكسل رايتر، كل الفورماتس هذه. وعندك هنا ايمج، تمام، لانه انت في عندك هنا في الريد في عندك ايمج، ريد ايمج، انه انت بيقرا لك صور يعني. فبالتالي هاي عمليات الريد والرايت. تمام؟ هاي بالنسبه للاي او، اهم شغلات انت عندك موجوده في الاي او. نيجي للمانيبيوليشن. مانيبيوليشن معنى ذلك انه انت بدك تعمل تلاعب في البيانات تبعتك. تلاعب يعني زي كانه انت بدك تلعب في البيانات، تتعدل عليها. ايش يعني؟ تضيف اتريبيوت جديد، تحذف سجلات، اللي هي عباره عن الاي تي ال. فبتلاحظ هنا في المانيبيوليشن ممكن انه انت تطبقه على مستوى الكولومز او على مستوى الروز. لاحظ على مستوى الروز ايش ممكن تسوي؟ ممكن تعمل ترانسفورميشن، ممكن تعمل فلتر، جيب لي كل البيانات اللي الايج فيها تبع الكاستمر اعلى من كذا مثلا. هذا عباره عن فلتر ممكن انت تسويه على مستوى السجلات. او هنا على الكولوم ممكن ان انت تعمل بيننج لكولوم معين، ممكن تعمل فلتر، ممكن تعمل سبليت، ممكن تعمل ترانسفورم. البيننج انه انت بتقسم مثلا الايج، بتروح بتقسمه لفترات، بدل ما هو الايج محطوط 13 17 27، بتروح بتقول من اذا هو يعني بتعمل الايج انت عندك لفترات، اللي هو مثلا من 17، من 15 ل 17، بعدين من 18 ل 22، من 22 ل 25، وهكذا. فبالتالي انه انت تعمل بيننج للبيانات تبعتك بهذا الشكل. تمام؟ انا مش هشرح كل الاوبريتورز هنا يعني في الوضع الحالي، بس انه انا بدي لك فكره بشكل عام. الفيو هنا انت بتستخدمها عاده في الداتا فيجواليزيشن، زي ما انت شايف هنا انه انت بتقدر تعمل فيجواليز، وفي انت عندك هنا جافا سكريبت انه انت ممكن تعمل فيجواليز برضه، انه انت تستخدم الجافا سكريبت في الموضوع. اللي بيهمنا اكثر شيء هنا اللي هو الاناليتكس، هذه النقطه اللي بتعمل فيها تحليل البيانات. لو فتحتها هتلاقي فيها ثلاث فئات، اللي هي مايننج، وحتلاقي فيها statistics، وحتلاقي فيها distance calculation. distance calculation اللي هو انه انت بتحدش تحدث ايش هي distance function. شفنا انه حتشوف ايش هي distance function المختلفة اللي موجودة هنا، ممكن انه هيها جاهزة بس مجرد انه انت تستخدمها استخدام. تمام؟ الستاتستكس
هنا انه انت ممكن تعمل كل الاشياء المتعلقه بالاحصاء زي اللي احنا درسناها بالضبط. يعني على سبيل المثال هنا الرانك كوريليشن. وبالمناسبه يعني خليني احكي برضو على هنا هذه الجزئيه اللي هي ديسكريبشن. في الديسكريبشن هنا كل ما تعلم على وحده تمام بيبدا بيشرح لك هنا انه المنطقه هذه او النود هذه اللي انت محددها هي عباره عن ايش. تمام، هنا في الاستاتستيك لو انت مش عارفها هي الاستاتستيك كالكوليت ستاتستيكال مومنت ساتش از المينيموم والماكسيموم والمين والستاندرد ديفيشن، كل الاشياء نفس اللي احنا درسناها بالضبط اللي هي مقاييس النزعه المركزيه. تمام، الرانك كوريليشن هيو اقرا بقول لك انه بيحسب لك لكل بير of selected columns بحسب لك الكوريليشن كوفيشنت بهذا الشكل. فانت لو مش عارف حاجه هنا ممكن انه انت تحددها زي هيك وانه انت تحدد او تقرا الديسكريبشن عليها. اخر منطقه هنا تمام اللي هي انت عندك منطقه الاوتلاين. زي ما انت شايف هنا انه المساحه المعروضه انت عندك تقدر زي ما انت شايف انه انت تشوفها، لانه ممكن البروجكت تبعك يكون كتير كبير وتكون النودز اللي موجوده فيه كتير كبيره يعني. تمام، فبالتالي بتقدر انه انت تحدد الفيو تبعك انه انت وين واقف في الفيو تبعك بهذا الشكل. نرجع نكمل هنا يعني قبل ما نكمل المايننج خليني لانه الباقي انا عندي هنا الكونسول. الكونسول هنا مجرد انه هو عباره عن لوج بعرض لك ايش اللي بيصير يعني حاليا او سجل الاحداث انت عندك بالضبط. فهنا بحكي لي انه السي اس في ريدر محتاجه انه في عندك وورنينج عليها، شايف الوورنينج هي بقول لك محتاجه انه انت تحدد فايل، والاكسل ريدر برضه محتاج انه انت تحدد ايش هو الفايل. فهنا دائما تطلعوا على المنطقه هذه، لو كان في خلل معين في النود بقول لك انه ايش هو الخلل هذا، في باراميتر المفروض انه انت تعمله، المفروض انه انت تحدد فايل معين وهكذا. تمام، المنطقه النقطه او هذا الفيو اللي هو النود مونيتور ممكن انه انت تحدد نود معينه بورجي لك فعليا انه النود هذه ايش اللي بيصير فيها حاليا انه انت تراقبها يعني. تمام، واخر جزئيه زي ما حكيت اللي هي البارتيشننج او عفوا الديسكريبشن، هنا بيشرح لك فيه السلكتد نود او اي حاجه هنا اخترتها انه بيشرح لك انه ايش هي بالضبط. نرجع هنا ل الاناليتكس. زي ما حكينا في الاناليتكس انا في عندي ثلاث اقسام، المايننج اللي فيها الماشين ليرنينج الجوريثمز اللي انت درستها تمام، والستاتستكس اللي فيها الاحصاء الوصفي اللي انت ممكن انه انت تستخدمه، والديستانس كالكوليشن اللي فيها انه تستخدم الديستانس فانكشن في بعض الخوارزميات زي الكي ان ان. تمام، فبالتالي نيجي نفتح المايننج. المايننج ايش بتلاقي؟ بتلاقي انت عندك البايس. في البايس انت ايش بتلاقي؟ بتلاقي في عندك تو نودز، نايف بايس ليرنر، نايف بايس بريدكتور. كل خوارزميه من خوارزميات الماشين ليرنينج حتلاقي منها تو نودز، ليرنر وبريدكتور. الليرنر هذه النود الوظيفه الاساسيه تبعتها انه هي تعمل بناء للموديل، تعمل ليرن للموديل. البريدكتور تمام انه انت بتقول له انه انا بدي اعمل بريدكشن، بدي استخدم الموديل هذا في البريدكشن. فانت في العاده انه انت لما في مرحله التريننج بتستخدم الليرنر، في مرحله البريدكشن او مرحله التست بتستخدم البريدكتور. تمام، لاحظ في الكلاسترنج في عندك عده خوارزميات، هذه اللي احنا حندرسها يعني انه حندرس بعضها يعني اكيد مش حندرسها كلها. فانت عندك عده خوارزميات ممكن انه تستخدم الخوارزميه اللي انت بدك اياها. في الرول اندكشن، في النيورال نتورك انت عندك هنا المالتي لاير بيرسبترون ام ال بي، فعندك بريدكتور وليرنر نفس الكونسبت بالضبط. الديسيجن تري في عندك ليرنر وبريدكتور تمام، وهكذا الى بقيه الخوارزميات اللي احنا درسناها. تمام، خلصنا من المايننج. تمام، بتيجي هنا اخر نقطه هحكي عنها اللي هي الداتابيز. الداتابيز بدل ما انه انت تحمل البيانات انت عندك من فلات فايلز زي السي اس في، بتروح بتحملها باتصال مباشر على الداتابيز. فهنا بتفتح، فانت عندك هنا ماي اس كيو ال داتابيز، بوست جريز داتابيز، الاوراكل داتابيز. فانت بتعمل كونكشن مباشره بالداتابيز، بتحدد الكونكشن سترينج واليوزر نيم والباسورد، وممكن انه انت تكتب كويري هنا تمام وتحدد فيه
البيانات اللي انت بدك اياها، ممكن بدك تختار تعمل سيلكت لبيانات معينه. فهذه هي يعني النودز اللي انت بدك تشتغل عليها يعني بهذا الشكل. طبعا هذا الكلام كله انا حمسحه، حددته كله زي هيك وبعمل ديليت، تمام، لانه انا بدي ابدا من اول وجديد. بدي ابدا من اول وجديد، اول خطوه هي تحميل البيانات. زي ما الريكومندر ريكومندد نودز او الكوتش حكى لي انه اول خطوه ان انا بدي اعمل سي اس في ريد. هنا السي اس في ريد زي ما بتلاحظ النود هنا، خليني اكبر لك اياها. النود انت بتلاحظ فيها انه محطوط علامه تعجب تحذير، تمام، التحذير هنا بليز سبيسيفاي فايل، في عندك يعني مشكله انه النود هذه محتاجه اعداد، والاعداد هذا انه انت تحدد الفايل. كيف بدك تحدد الفايل؟ تمام، وايش انت عندك محطوطه باللون؟ باللون الاحمر. انت عندك النود هذه فيها زي اشاره المرور، فيها ثلاث الوان محطوطه انت عندك باللون الاحمر، معنى ذلك انه انت النود هذه متوقفه، تمام، محتاجه كونفيجريشن. فبتضغط دبل كليك، تمام، بتطلع لك الشاشه هذه اللي هي فيها اعدادات السي اس في ريدر، تمام. سي اس في ريدر بعمل براوز، بحدد وين البيانات تبعتي. البيانات تبعتي موجودة خليني انقل البيانات اللي عندي هنا داتا سيت، ممكن انقلها للدوكيومنتس. عشان اصلها بشكل مباشر. فبالتالي هنا هاي بعمل براوز في الدوكيومنتس في مجلد اسمه داتا سيت، تمام، وبختار الجولف داتا سيت، تمام. لاحظ انه انت عندك هنا بتحدد الديليمتر تبع السي اس في فايل هذا، زي ما شرحنا المره الماضيه السي اس في هو عباره عن فايل ديليمتد باي ديليمتر. الديليمتر هذا ممكن يكون كوما، ممكن يكون سيمي كولن، ممكن يكون تاب، تمام. فبالتالي هو لو فشل في تحميل السجلات ممكن تقول له اوتو ديتكت للفورمات، انه هو ممكن انه هو يجرب عده ديليمترز لغايه لما انه يقول لك انه هل هذا الفيو انه اوكي، تمام. فبالتالي اوكي بتقول له هي حملنا الداتا سيت. لاحظ انه صارت انه اشاره المرور ايش اختلف لونها، صار اصفر، معنى ذلك انه النود هذه صار لها كونفيجريشن، تمام. النود بعد ما انت تشغلها صارت جاهزه للتشغيل، معنى ذلك انه هي صارت جاهزه للتشغيل لو كان اللون الاصفر، بتعملها اكسكيوت رايت كليك زي هيك، او انت عندك انه هذه النود بتحددها بتعمل اكسكيوت لها هنا، او انت عندك هنا اللي هو زر البلاي اللي محطوط عليه مثلثين انه انت بتعمل اكسكيوت لكل النودز، تعمل اكسكيوت لكل النودز. فبالتالي هاي البيانات احنا يعني خليني اعملها اكسكيوت، لاحظ انه اختلف اللون، صار انت عندك اللون هذا، معنى ذلك انه النود هذه اكسكيوتد اوريدي اكسكيوتد. بدك تشوف النتيجه ممكن تعمل رايت كليك هنا وبتختار هنا فايل تيبل. فايل تيبل بروح بعرض لك سجل البيانات او جدول البيانات اللي حملها، تمام. طيب الخطوه الثانيه اللي انت بدنا نعملها، بدنا نجرب ديسيجن تري الجوريثم يعني. فبالتالي هنا ديسيجن تري وين موجود؟ موجود في الاناليتكس، في المايننج، في ديسيجن تري بنستخدم ليرنر، تمام. لاحظ انه الليرنر هنا لاحظ انه الليرنر هنا ايش في له سهم مدخل، تمام، وهذا انه هو معنى ذلك انه الكونكشن هذه بتتناسب مع الكونكشن هذه، بتاخذها زي هيك بتوصل بيناتهم، خلاص خلصنا. ايش ظهر انت عندك؟ ظهر انت عندك هنا علامه تعجب انه محتاج كونفيجريشن. ايش بده؟ بده التارجت اتريبيوت. اضغط على الديسيجن تري، تمام، بقول لك ايش الاتريبيوت اللي انت بدك تعمل له بريدكت، ايش الكلاس انت عندك، فبقول له انه البلاي. لاحظ هنا في عندك الكواليتي ميجر، زي ما درسنا احنا الكواليتي ميجر هو عباره عن مقياس بيحدد درجه نقاء الاتريبيوت. فالفكره تبعت الديسيجن تري انه احنا بدنا نختار اتريبيوت على اساسه بدي اعمل سبليت، صح؟ فعلى اي اساس بختاره؟ على اساس النقاء تبعه. كيف بدي اقيس النقاء؟ في انت عندك عده مقاييس، المقاييس هذه اللي هي زي الجين ريشيو وزي الجيني اندكس.
الجين ريشيو هو المبني على الانتروبي اللي احنا درسناه، الجيني اندكس هو مقياس ثاني. بس المفروض يعني حتى لو انا ما اعطيت لك شيء، المطلوب منك انه انت تفهم انه انت في عندك اكثر من مقياس للكواليتي تبعت الاتريبيوت، تمام، اللي هي بتقيس درجة نقائه، فبالتالي انه انت اختار الميجور اللي انت بدك اياه. تمام، خلينا نختار الجين ريشيو اللي احنا درسناه. في انت عندك باراميترز ثانيه بديش ادخل في تفاصيلها، حنرجع لها بعدين الان، بس الان الديسيجن تري صارت جاهزه انا عندي. تمام، فهي صارت انه ايش لونها، صار لونها اصفر، معنى ذلك انه هي صارت جاهزه للاكسكيوشن. هذه اكسكيوتد، معنى ذلك انه ما دام هذه اكسكيوتد بقدر ببساطه انه اعمل اكسكيوت لهي بشكل منفرد، او اعمل اكسكيوشن لهم كلهم دفعه واحده زي هيك. فهي اكسكيوت زي هيك، فانت ممكن تشوف الديسيجن تري تبعتك. في عندك تو فيوز للديسيجن تري، هذا الفيو، تمام، انه انت عندك الروت نود اللي هو الصني، بقول لك انه نو 3 من 5، فعشان هيك انه هو بحتاج يطلع على اتريبيوت ثاني اللي هو الهيوميديتي هاي ونورمال، تمام، فهنا 3 اوف 3 وهنا 2 اوف 2. عندك الاوفر كاست بتساوي يس، هي 4 من 4، معنى ذلك انه هي بيور 100%. التفريعه الثالثه اللي هي الريني كلاس بتساوي يس 3 من 5، معنى ذلك انه محتاج انه هو يعمل تفريعه على الاتريبيوت الثاني اللي هو الويندي فولس وترو، تمام، هيها 3 من 3 وهنا 2 من 2. عندك الفيو الثاني اللي هو الافضل للديسيجن تري هذا، تمام، وبتقدر تعمل فيه زوم. زي ما انت شايف بجيب لك السب تيبل، تمام، قديش انت عندك كان يس وقديش انت عندك كان نو، وبجيب لك السب تيبل لكل تفريعه وقديش، يعني وكانه بحسب لك درجه نقاء الكلاس انت عندك. هي شوف انت عندك لما كان اوفر كاست، هي بقول لك اليس 100%، معنى ذلك انه هو انه هذه يعني هذا يعني هذا الاتريبيوت مع هذا الفاليو انه درجه نقائه 100%، تمام. فبالتالي هاي الديسيجن تري انت ممكن انه انت تشوفها بهذا الشكل. طيب هجيت انا بدي اعمل بريدكشن، بدي استخدم هذا الموديل واعمل بريدكشن. ايش بتلاحظ؟ انه انت عندك الاوتبوت هنا عباره عن الاشاره هذه اللي هو يعني هذا المربع اللي باللون الازرق، فبالتالي انه هذا عباره عن موديل. بدنا نستخدم البريدكتور، ايش بتلاحظ الانبوت تبعه ايش بيقبل؟ بيقبل موديل، معنى ذلك انه انت ممكن تفهم انه انت ممكن توصل هاي بهاي، وايش باخذ كمان تيست داتا، تمام. فممكن انا بغش هالجيت، يعني ايش بسوي؟ اخذت نفس البيانات وايش عملت لها، عملت لها فيد للبريدكتور، يعني انا اعطيته الاسئله قبل الامتحان وجبت له نفس الاسئله في الامتحان، تمام. فبالتالي كيف حيكون اداؤه؟ 100%، تمام. فخلينا نشوف كيف. فبالتالي هاي ديسيجن تري بريدكتور، خلينا نشغل كل حاجه هذه. اوكي، خلينا نشغل هذه بشكل منفصل، تمام. وممكن انه نشوف هنا كلاسيفايد داتا، هنا في الديسيجن تري بريدكتور ايش ممكن تعرض لكلاسيفايد داتا. لاحظ هنا انه سي اس في انت ايش بتعرض؟ الفايل تيبل، البيانات نفسها. اما هنا انه الكلاسيفايد داتا ايش بعرض لك؟ بعرض لك البيانات نفسها اللي هو التارجت اتريبيوت، انت عندك البلاي بالاضافه لعمود اضافي ايش هو؟ البريدكشن للبلاي. فانت عندك هنا نو 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 يس 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 100%، تمام. بس هذا الكلام زي ما حكينا انه مش مظبوط. فانا ايش بحتاج ان انا اسوي؟ ان انا اقسم البيانات انا عندي. كيف بدي اقسم البيانات؟ هذا الكلام، هذه النوت، هذا بدي اشيله، بعلمه زي هيك وبحذفه ديليت، تمام. وهذا بعلمه بحذفه بعمل له ديليت، تمام. خليني احفظ البروجكت هذا كيف؟ هاي بتختار انت عندك نيو، وبتختار انه انت بتعمل نايم نيو نايم ورك فلو نيكست، وهنا بتكتب اسمه، تمام. خلينا نسمي البروجكت هذا
ديسيجن تري في نفس اللي هو اللوكال الورك سبيس تبعك، تمام؟ فهنا ديسيجن تري خليني اسميها ديسيجن تري واحد، فهي فينيش، تمام؟ ممكن انه بس اعمل الشغلات او الخطوات هذه بشكل سريع، تمام؟ فانا ايش بلزمني هنا؟ بلزمني سي اس في ريدر، تمام؟ وبعدين الخطوه الثانيه بلزمني بارتيشننج. بارتيشننج لو انت اصلا ما كان ما جابلكش اياها هنا من ضمن الريكومنديشنز انت عندك، تمام؟ فممكن انه انت تبحث عنها هنا، تكتب سبليت. سبليت هنا جاب لك سيل سبليت كولوم اجريجيتور كولوم كومباينر، لا مش هذا اللي انا بدي اياه، فبتجرب انه بارتيشن، فجاب لك اياها انه هي ضمن الترانسفورميشن، انه هي ترانسفورميشن انت بتطبقها على مستوى السجلات رو، تمام؟ فالترانسفورميشن هو البارتيشن اللي هي نفسها الاوبريتور هذا، فبالتالي هي بتاخذها زي هيك، تمام؟ فهنا تاخذ انه هذه زي هيك، وهنا هذه اول حاجه بدنا نحمل الداتا سيت، بنقول له انه هي داتا سيتس الجولف داتا سيت كي، تمام؟ وهذه البارتيشن انه انا بدي احدد هنا، انت عندك الباراميتر هذا ابسوليوت، تمام؟ معنى ذلك انه هو بيختار اول 100 اكزامبل، انه هذا بعتبره للترين والبقيه بعتبره للتست. افضل حاجه انه انت تستخدم ريلاتيف نسبة مئوية، أول 70% البارتيشن الأول حيكون للترين، وال 30% البارتيشن الثاني أنت ممكن تستخدمه للتست. هنا في عندك إنه أنت ممكن يكون عندك السلكشن بعدة طرق، في عندك هنا درو راندوملي الديفولت، وفي أنت عندك ممكن تختار ستراتيفايد سامبلينج. ستراتيفايد سامبلينج هو الأفضل لأنه هو بحافظ على نسبة، يعني لما يجي يقسم تخيل انه انت عندك توزيع اليس والنو كان 30% و50%، تمام؟ اجا قسم لترين وتست لتو بارت، بالصدفه اجا انت عندك في البارت الاول كله نو، فمشكله، فانت عندكش اكزامبلز من اليس. لما تختار ستراتيفايد وتحدد له الكلاس، معنى ذلك انه هو بحافظ على نفس النسبه. انت عندك نسبه اليس والنو خلينا نقول 45 55%، لما يجي يقسم ترين وتست بيحافظ على النسبة هذه، انه يكون في الترين نسبة الكلاس نسبة اليس والنو 45 ل 55، وبرضه في التيست حتكون 45 ل 55، تمام؟ هاي ابلاي، فحي صار في انت عندك جزئين البيانات. الجزء الاول ايش بدك تطبق عليه؟ ديسيجن تري ليرنر، ليرنر، تمام؟ وبعدين البريدكتور. تمام؟ ممكن انه انت تسمي النودز هذه انه انت ما بتعمل لود داتا، تمام؟ وهذه هيك انه افضل سبليت داتا، بتسمي الخطوات تبعتك، تمام؟ وهنا ترين ام ال موديل، تمام؟ وهنا تعمل تيست او فاليديت للموديل، فهذا بتحطه هيك وهذا بتحطه هيك، والموديل بدنا ناخذ منه هاي الكيفيه، تمام؟ والديسيجن تري محتاج انه كونفيجريشن، بختار انه الكلاس هذا وهي الجين ريشيو، اوكي؟ هيك صارت كل حاجه جاهزه، بعمل اكسكيوت اول، كله في وضع الاستعداد، شايف كل النودز في وضع الاستعداد اللي هو اللون الاصفر، معنى ذلك انه انت بتقدر تعملهم اكسكيوت كلهم، اشتغلوا كلهم، خلصوا تشغيل، نقدر نشوف الان الكلاسيفايد داتا. هنا عندك نو يس، لما انت يعني اديته اسئله وفي الامتحان جبت له اسئله ثانيه غير اللي انت دربته عليها، فبالتالي هنا ببين الاداء الحقيقي تبعه، صح؟ تمام؟ هنا يس نو، هذه برضه غلط فيها، نو يس، غلط فيهم كلهم تقريبا، تمام؟ كلهم غلط فيهم. خلي بالك يعني انه هذا مش موديل انه انت فعلا انه انت تبني فيه، لانه عدد السجلات اصلا تبعت الجولف داتا سيت كلهم على بعضهم 14 سجل، يعني مش مقياس يعني بالضبط. يعني انت لما يكون في عندك بيانات كثيره بالالفات، كيف؟
كيف يعني في الاوفر كاست حاطها؟ لا وينها اوفر كاست؟ هي الاوفر الاوتلوك. ايش يعني الاوفر كاست؟ قصدك على ما كانت انه هي اوفر كاست، انه هي كانت بيور اكثر واحده، برضه هي غلط فيها كمان صح. تمام. طيب هلقيت انت شفت الديسيجن تري زي هيك، هلقيت انت بدك تطبق خوارزميه ثانيه. تمام، خليني اعمل هذا سيف زي هيك واعمل له سيف از. تمام، واسميه بدل ما هو ديسيجن تري اسميه مثلا نايف بايس 2، كانه كان في عندي واحد اوريدي عامله انا قبل. تمام، فبالتالي انت بدك تغير الالجوريثم، نفس الخطوات بدك تغير الالجوريثم. بحذف هذا تمام، وبختار هنا نايف ليرنر وبريدكتور. تمام، هيك هيك وهيك. تمام، هذا محتاج كونفيجريشن، ايش بده؟ بده ايش هو الكلاس ليبل. تمام، هنا عندك الزيرو الديفولت بروبابيليتي. فاكر لما حكيت لك احد مشاكل البيزيان انه مرات لما تكون في عندك الزيرو بروبابيليتي بتروح بتصفر لك الترم كله بالكامل؟ فقلنا الحل انه انت تستخدم اللابلاس كوركشن، انه انت بتضيف واحد للكل، فبالتالي انه بصير في عندك بروبابيليتي. هنا بحلها انه بقول لك انه الديفولت بروبابيليتي هي عباره عن واحد من 10,000، يعني probability ضئيلة جداً جد جداً. معنى ذلك إنه أي يعني value كانت probability تبعتها صفر، بستبدل الصفر اللي هي بواحد من 10,000، في قيمة ضئيلة جداً، بتصفرش الترم بس بتحافظ على probability تبعتك. فهذه أنت ممكن إنه أنت تغيرها، يعني هي عبارة عن باراميتر في الالجوريثم أنت عندك. هاي أوكي، نيجي بنطبق هاي execute all. لاحظ انت هنا ايش بتقدر تشوف في البيزيان، بروح بطلع لك الفريكوانسي تيبل اللي احنا شفناه في المحاضره، انه هنا بيجيب لك بحسب لك كل probability تبع الهيوميديتي جيفن كلاس، وهنا بحسب لك اياها مره بالياس ومره بالنو، بحسب لك كاكاونت يعني. تمام، هنا توزيع الكلاس ليبل، انت عندك 3 نو و9 و6 يس. تمام، طبعا هذا الكلام انه للترين داتا سيت. وهنا البروبابيليتي تبعت الاوتلوك جيفن كلاس، البروبابيليتي تبعت التمبريتشر جيفن كلاس، فبالتالي هنا الفريكوانسي تيبل كله بحسبه، وبروح بطبق في معادله البوستيريور عشان يجيب لك البريدكشن انه على حسب انه الناتج ايش البروبابيليتي اعلى، البروبابيليتي اعلى لليس ولا للنو بناء على قيمه معينه. تمام، فهي هي هي يعني الفيو تبع البيزيان الجوريثم زي هيك. خلينا نشوف الكلاسيفايد داتا. تمام، هنا نو يس يس يس، اداؤه كان افضل يعني نوعا ما. تمام، نو يس يس نو يس نو، فبالتالي انه لا برضه انه هو يعتبر اداؤه سيء يعني. حنشوف بعد هيك كيف ممكن نعمل ايفالويشن، انه برقم واحد ممكن احسب الاكيورسي او احسب الكونفيوجن ماتريكس لهذا الشيء. بس لغايه الان انه احنا تعلمنا كيف انه ممكن انه احنا نطبق Data Science Workflow الخطوات من البداية. في المحاضرة الجاية حنحكي أكثر على معالجة البيانات. تمام، إنه أنا كيف ممكن إنه أنا يعني أعالج Missing Value، كيف ممكن إنه أنا يعني أجرب إنه أنا أعمل Split للبيانات في Project منفصل، إنه هذا الإشي يكون أفضل يعني بالنسبة لإلي، وحشرح ليش يعني. فالمحاضرة الجاية حنطبق عملي أكثر ونشوف النتائج ونعمل evaluation. ففي حدا عنده أي سؤال استفسار؟ في الديب ليرنينج إنه هو بكون عنده أسلوب إنه هو يتعامل مع البيانات كباتشز يعني، فبالتالي إنه بكون حجم الباتش يفترض إنه يكون مناسب لحجم الذاكرة. تمام، فبيبدأ يحمل البيانات أجزاء أجزاء ويطبق في الألغوريثم، لكن إنه هو محتاج باورفول ماشين، إنه أنت لو بدك تشتغل ديب ليرنينج يعني إنه يكون في عندك كل الفوازير عليه ولا
معظم الخوارزميات موجودة، يعني نادر ما انت يعني مثلا خوارزمية معينة انه انت ما تلاقيهاش، بما في ذلك الديب ليرنينج. يعني بالمناسبة انه في كتير اكستنشن، يعني انت هنا بتختار انستول نايم اكستنشنز، في مثلا خوارزميات مش انه يعني انه هي مش موجودة، بتكون موجودة على شكل اكستنشن، افتحها في البيت بتلاقي انت في عندك خوارزميات اضافية جديدة ممكن انه انت تنزلها. يعني النايم نفسه هو عبارة عن اوبن سورس وموجود على الجيت هاب، بتقدر انه انت تشوف السورس كود تبعه لو انت بدك تشوف السورس كود، بس بامبلمنتد ان جافا. تمام، لو انت بدك انه انت مهتم بالبايثون ممكن انه انت تشوف مكتبة الاسكي ليرن بالبايثون، حتلاقي انه كل الخوارزميات مكتوبة بالبايثون يعني، فانت على حسب اللغة اللي انت بدك اياها بتقدر تشوف الامبلمنتيشن تبع الخوارزميات هاي. اسئلة كمان؟ كيف؟ فيش مشكلة، يعني أنا بعد ما أخلص هذا حيكون في عندي محاضرة للبايثون، بس إنه أنا مش هشرح بالتفصيل بالبايثون، برضه حضر لك يعني بصورة عامة، يعني إنه السينتاكس تبعها زي هيك، وإنت إذا بدك هاي سلسلة محاضرات إنه إنت تتفرج عليها، وفي الأخير إنت المشروع طبقه باللغة اللي إنت بدك إياها. يعني إحنا عندنا ديمقراطية، استخدم التول اللي بدك إياه. انا عندي في الكورس هنا اخترت انه يكون يعني انه انت تكون مخير، انت اغلبكم حيشتغل على النايم لانه ما فيش فيها كودينج، لانه ما بدي الكودينج او تعلم لغة جديدة يكون عائق بالنسبة لك. انا بدي انه انت تطبق المفاهيم النظرية، يعني انه تشوف البيز يعني اللي احنا بنشرحه بشكل نظري انه انت طبقته بشكل عملي واستخدمته بشكل فعليا في الكلاسيفيكيشن، انه انت كيف عملت اي تي ال للبيانات وانه انت فعلا طبقتها بشكل عملي، بيعزز المفاهيم النظريه بشكل كتير كبير. يعني انه انا هنا في هذا الكورس في جامعه انه بطلعكش انه انت تشتغل في السوق مباشره، بس انا بعطي لك الاساس والمفاهيم اللي يفترض انه هي ترسخ عندك، وبعد هيك انه انت بناء على الاساس هذا ممكن انه انت تبني عليه شغلات كثيره وتنطلق في سوق العمل وتبدع كمان يعني. تمام؟ لانه انت لو طبقت او لو انا اديتك شغلات تكنيكال كثير بدون ما انت تكون فاهم الاساس العلمي تبعها، مش حيكون في عندك مساحه انه انت يعني تكون فاهم بعمق، يعني انه تكون تبدع يعني في هذا المجال. لكن اذا انت كنت فاهم بشكل عميق انه كل المفاهيم النظريه المتعلقه بالديتا ساينس وطبقتها بشكل عملي، لما تيجي في سوق العمل يعني بس بغض النظر عن الاداه، يعني ممكن تستخدم بايثون، ممكن تستخدم الازور كلاود سيرفيسز تبعت مايكروسوفت، او ممكن تستخدم الاي دبليو اس تبعت امازون، بغض النظر عن التول انت فاهم انه هذه انا عارفها انه هي ايش ايش الديسيجن تري، ايش هي ايش البيزيان، ايش انا اعمل سبليت للبيانات، كيف اعمل ترانسفورميشن للبيانات، ايش هو الترانسفورميشن للبيانات، كل هذه المفاهيم حتلاقيها مكرره في هذه التول، فهذه هي مجرد انه هي عباره عن تول. تمام يا شباب، في اي سؤال او استفسار؟ يعطيكم العافية.